برنامج المرأة والأسرة حديث مغزل ومع دكتور عماد ميزاب غادي نهضروا على اللبان شنو الفوائد ديالو للصحة وخصوصا للجمال لأنه وصفات كثيرة كتحدث على أنه اللبان واحد الوصفة السحرية لتشبيب البشرة كيفاش نقدروا أننا نستعمله وكيفاش نعرفوا ناخذوا اللبان ذكر يكون يعني بجودة مزيانة. دكتور عماد شخبارك؟ الحمد لله بخير، تحيه طيبه ليك وجميع الاخوات كينورونا وما غاديش يدوز عليا هاد يعني هاد التحيه بلا ما نبلغ التعازي الاسره ديال الصديق ديالي اللي كنعرفو بزاف واللي اللي عزيز على القلب اللي في الحقيقه تخطف كما كنقولوا الفنان ديالنا سي عمر الشريف الله يرحمه اللي كنلقى هاد المعلومه هذه وكنلقى هاد الخبر الفاجع مع الصباح الله يرحمه ويوسع عليه. انسان بشوش، انسان كنشهدوا ليه بالبشاشه، كنشهدوا ليه كذلك بالاعمال الخيريه ومن الفنانين اللي كيعيشوا في الخفاء واللي كيعطيو الخير في الخفاء. فنسال الله العلي القدير ان هاد الخير هذا يوصلوا ان شاء الله ليه والجميع كل من توفى في هذا النهار وجميع اموات المؤمنين والمسلمين يا رب العالمين. احنا كان بدورنا كاسره اصوات كنقدموا تعازي لاسره المرحوم، انا لله وانا اليه راجعون. طيب دكتور عماد، لبان الذكر كماده نعم. شنو الاصل ديالها وشنو هي؟ فهذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم لان بزاف ديال الناس كيسولوا على هذه المساله وبزاف ديال الناس هما ما عندهم كما كنقولوا هما ما عليهم والو لان الناس اللي كتبيع هذه المواد هذه هي اللي خصها تاخذ ديك الامان على العاتق ديالها وما تغلطش الناس. فلبن الذكر، لبن الذكر هو واحد النوع ديال الصمغ. هذا الصمغ هذا شنو هو الصمغ باش الناس تفهم هذه المساله هذه. هذا الصمغ اللي هو واحد الافرازات كيميائيه كتفرزها الاشجار. شنو هو الدور ديالها؟ الاشجار كتضر من الطفيليات، يعني الحشرات او بعض الانواع ديال الفطريات، بعض الانواع ديال البكتيريات. فشنو كدير هذه الاشجار؟ كتفرز لينا دوك المواد اللي هي الصمغيات، وهذه المواد كتعطيها وكتبحال كتغلفها وكتعطيها واحد الحمايه ضد هاد الطفيليات وضد هاد العوامل الخارجيه. وكاين بعض الاشجار اللي كتفرز هذا النوع هذا ديال الصمغ باش كتحمي راسها ضد العوامل الخارجيه. هذه الاشجار كامله او ما يسمى بالاشجار الصمغيه، يعني العديد من الاشجار اللي كتفرز هذه الماده اللي كتسمى الصمغ. ولكن كل شجره عندها الصمغ ديالها. اذا هنا غادي نهضروا على الشجره ديال لبن الذكر، هي شجره ما يسمى بالبوتسويليا، بوتسويليا اس بي، لان فيها بزاف ديال الانواع. شجره البوتسويليا اللي كنلقاوها على المستوى ديال افريقيا، كنلقاوها على مستوى المناطق الحاره، وكنلقاوها في المناطق الصحراويه الحاره، خاصه في مناطق اليمن، في المناطق اللي كتكون في الصحراء السعوديه كذلك يكونوا هاد الانواع هذه ديال الاشجار. هاد الاشجار اللي كيتم الاستخراج ديال هاد الصمغ ديالها، اذا كيتم فواحد ملي كيوصل الموسم ديال الجني هاد 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 الصمغ، اش كيتم؟ كيتم التشريط ديال هاد الاشجار وكتجمعوا هاد الماده هادي، وهاد الماده كنديروها انها كتيبس، وهاد الماده هي اللي كتعطينا اللبان الذكر. لبان الذكر اللي هو ماشي هو المسكه الحره، اللي هو ماشي هو صلبان او حصل لبان، لان بزاف ديال الناس كيبيعوا صلبان على انه اللبان الذكر، وهذا مساله مغلوطه جدا. لان حصى اللبان او صلبان فهذا عنده مكونات اخرى وعنده امور كيميائيه اخرى. فاذا كنهضروا على لبان الذكر الحقيقي، فاولا بعد الرائحه ديالو هي واحد الرائحه اللي معروفه، لان فيه ما يسمى بحمض البوتسويليك. هذا حمض البوتسويليك هو من الاحماض المهمه جدا اللي خصها الانسان ولو مره في الشهر تكون عنده في البيت ديالو. شنو فيه هذا الحمض البوتسويليك؟ حمض البوتسويليك عنده واحد المنافع كبيره على الصحه ديالنا. بعدا لبن الذكر هو من مضادات الالتهاب من الدرجه الاولى، اذا لدرجه ان بعض المكونات الكيميائيه او بعض الادويه كيستعملوا هذا لاسيد بوتسويليك لعلاج مشاكل التهابات اللي كتكون التهابات مفرطه او التهابات اللي كتكون مزمنه، فهو كيستعمل فيها. كيساعد كذلك في المناعه، في رفع المناعه ديالنا، كيساعد في محاربه المشاكل ديال الجهاز التنفسي. وحنا هضرنا عاوتاني ان الصمغ او ما يسمى بهذا لبن الذكر اللي هو انواع من الصمغيات، فهو كيتعتبر مضاد للطفيليات. اذا كيمكننا نخدموه في هذه الفتره هذه اللي كيكون فيها الحساسيه، اللي كيكون فيها تكاثر الميكروبات البكتيريات، فهو مهم جدا. لبن الذكر كذلك يصلح لمعالجه التوتر العصبي،
فلدرجه ان الاستعمال ديالو كيعاوننا في الارتخاء، كيعاوننا في واحد الراحه، هو على عكس الحرمل. فالحرمل الى الانسان كثر منه فكيكون عنده مخاطر على الجهاز العصبي، ولكن اللبن الذكر سبحان الله هو عنده واحد الفوائد كبيره. واللبن الذكر راه كيدخل في المكونات او كيدخل في 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 ذاك في ذيك في ذيك الحقيبه السحريه النبويه ديال الطب النبوي، واوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. الطريقه ديال الاستعمال ديالو، فهنا كاين جوج طرق، يا اما عن طريق الشرب، ولكن خصو يكون حر، ماشي غادي الله يجازيكم بخير، ماشي غير كما قلنا غيمشيو يعطيو الناس صلبان وغتنوض كتخلط صلبان وتشربوا في الموت وتاخذوا. الا خدات صلبان فهي ماده سامه، كيمكن لا قدر الله تؤدي بالوفاه ديال الانسان. اذا اللبن الذكر، وكاين الناس اللي عندهم الحمد لله الضمير المهني، هذا كيمكننا نشربوه. كيمكننا ناخذوا واحد كما كنقولوا حنايا واحد الحبه صغيره جدا، قياس حمصه، يعني حمصه، وكنلوحوها في نص كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كتطلق مزيان، وكنشربوها في الصباح على الريق. كتعطينا تصفيه للدات، كتعاوننا في تصفيه الكيلي ديالنا، كتعاوننا في تحسين جوده الجهاز الهضمي، كتعاوننا على المناعه، كتعاوننا كذلك لمحاربه المشاكل ديال الطفيليات في الجسم ديالنا. او كالطريقه المعتاده ما كتسمى، فالحمد لله كما كنقولوا حنايا الناس او الجداوات ديالنا وجدودنا راهما كاين عندهم امور تبارك الله صيدلانيه بالفطره، فكاين ما يسمى بطريقه لينيالاسيون، يعني عن طريق الشم. فكنديروا شويه ديال اللبان، فكما قلنا في قيد يعني قياس ديال الحمصه يعني في المبخره ديالنا، وكنستنشقوا هذاك الهواء ديالو. الا كان حر فكنحسوا بواحد الراحه هائله وكنداوموه، وهو يساعد كذلك في تثبيت الطاقه الإيجابية ايجابيه في البيت ديالنا. هذا هضرنا على الجانب الصحي او الجانب ما هو نعم الطاقه الايجابيه بالفعل نبخروا به اكيد وكنحسوا بواحد، يعني هذه بتجربه، ماشي وبتجربه بزاف ديال الناس، انك تولي كتحس بواحد الطاقه جميله جدا في البيت. هذا من جهه، من جهه اخرى الى بغينا نهضروا على اللبان الذكر من جانب كما كنقولوا حنا التجميلي، للجمال. فللجمال عنده واحد الفائده كبيره اللبان الذكر، هو ان هذا لاسيد بوتسويليك، هذه الماده هذه اللي عندنا في اللبان الذكر، شنو كدير؟ كتعطينا واحد الكبح ديال واحد الانزيم، واحد الانزيم اللي كيكون عندنا في التاس ديالنا، اللي هو مخلوق معنا من عند الله سبحانه وتعالى، كيتسمى له ام ام بي 3. يعني شنو او ما يسمى بلو ماتريكس ميتالو بروتين. فهذا الانزيم شنو كيدير؟ كيولي كل ما الانسان زاد في السن، هذا الانزيم هو اللي كيولي ياكل من الكولاجين، وكياكل من داك يعني من الالياف ديال الانسجه ديالنا، وكيبقى كياكل منهم شويه بشويه، وهنا كتولي كتظهر الشيخوخه. فهذه اخر الابحاث ما بينات، هو هذا لو ام ام بي 3 اللي بين لنا ان هذا الانزيم هو السبب الرئيسي في ظهور الشيخوخه. فشنو كيدير لاسيد بوتسويليك؟ كيحكبح لينا الفعاليه ديال هاد الانزيم، يعني هاد الانزيم ما كيبقاش كياكل لينا في الكولاجين، ما كيبقاش كياكل لينا في الانسجه ديالنا ديال الخلايا، وخاصه الانسجه العظميه، يعني ذاك القروش ديالنا اللي كيكون عندنا في العظام حتى هو كيتاكل من هاد الانزيم هذا. فشنو كيدير؟ كيبطئ. اذا شنو غادي نستنتجوا؟ انه كيساعد لنا في الحفاظ على شبابيه البشره، وفي تقويه مناعه البشره، ويساعد كذلك فاش كيرجع لنا البشره للحاله الطبيعيه ديالها. اسمح لي دكتور عماد، وفي هذا السياق ديال البشره غنتقسم معك سؤال ديال مستمعه اللي خدات واحد الوصفه من عند واحد السيده عبر موقع التواصل الاجتماعي وبغات تجربها. هاد الرساله اللي توصلت بها من عند هاد الاخت كتقول لك بانه هي كتستعمل هاد دابا سيدة سولتني على واحد السيدة أخرى، هذيك السيدة أخرى كيفاش كتستعمل اللبان الذكر. قالت لك أسيدي هي بعد حطت الصورة ديال البشرة ديالها، كتبان البشرة رائعة جدا، خالية من أي حاجة، صافية، وكتقول بأنه كيحارب حتى التجاعيد لدرجة أنه ما بقاش كيبان عمري الحقيقي. عامين وهي كتستعمله، الطريقه كيفاش كتستعمل اللبان الذكر باش حصلت على هذه النتيجه من بعد سنتين؟ هي انك ديرو في منقوع ماء الورد، يعني كتاخذ ماء الورد كدير فيه لبان الذكر 24 ساعه، ومن بعد كتصفيه وكديرو في واحد البخاخ وكتستعملو بشكل يومي على البشره ديالها. قالت لك غير خصو يكون لبان ذكر اصلي. شنو رايك في الطريقه ولا الوصفه؟ لبان ذكر اصلي، وخصو يكون ماء ورد اصلي،
لان ما ورد مع الاسف كما قلنا انا دخل عليه بزاف ديال التعديلات وكاين امور كيميائيه اللي كتزاد الماء ورد. كاينين بعض ما يسمى بديزالديد، هذا النوع من الالديهيدات اللي هي عندها رائحه تشبه رائحه الورد، وهذو امور اللي كيمكن تحط على البشره وتعطينا واحد حساسية مفرطه. اذا هذا وافق البشره ديالها، ولكن الاخت ديالنا ان عندها البشره ما فيهاش حساسيه مفرطه، ولكن الا كنا كنهضروا على بعض الناس اللي عندهم الحساسيه مفرطه كيمكن ياثر لهم على البشره ديالهم. وصفه مزيانه، وصفه مزيانه، غير هو نحاولوا ندير واحد الوصفه امنه ليه. اننا ناخذوا اللبن مدقوق، ناخذوا نص معلقه صغيره لانه راه كنعرفوا الثمن ديالو، فغادي ندقوه كيكون شويه طالع، ندقوا نص معلقه صغيره ديال هذا ديال اللبن الدكر. ايوه. ونضيفوا لها كاس صغير ديال الحليب الساخن، الحليب الساخن حتى يطلق مزيان، نخلطوا هذا الخليط، نخليوه ثلاثه ديال الساعات. ونخويوه في واحد القريعه اللي كنحطوها في الثلاجه، كنوليو كنمسحوا بها البشره ديالنا والرقبه ديالنا، كنخليوه مده ديال نصف ساعه وكنغسلوه كل ليله، وهذه العمليه او هذا المحلول غادي يبقى محتفظين به 15 يوم في الثلاجه ديالنا. أيه. من بعد كنعاودوا نديروا محلول اخر وكنبقاو مداومين على هذه الوصفه هذه حتى كنحسوا بالنضاره وكنحسوا ان البشره رجعت للحاله الطبيعيه. هذه الوصفه للبشره الحساسه؟ نعم، جميع انواع البشره، جميع انواع البشره، من الحساسه الى البشره العاديه او المركبه، لانه اخوات عندهم بشره جافه كيسولوا كدكتور واش يقدروا يستعملوا لبن الدكر مع ماء الورد. ماء الورد انا كنصح بهذه الطريقه، هذه ديال الحليب. نعم. قلتي معلقه صغيره ديال لبن الدكر، نص معلقه صغيره، نص معلقه كاس صغير ديال الحليب الساخن، كاس صغير ديال الحليب صغير، يعني حليب العنبه، ونحل عفوا كاس العنبه، كاس العنبه. نعم، كاس العنبه الحليب ساخن. القياس ديالو كاس ديال العنبه ديال الحليب الساخن. كنضيفوا له نص معلقه صغيره ديال لبن الدكر مدقوق غبره، كنخليوها كنخلطوها كنخليوها ثلاث ساعات، ومن بعد كندهنوا بها البشره والرقبه ديالنا، كنخليوها نصف ساعه وكنغسلوها يوميا كل ليله مده 15 يوم، وكنعاودوا نبدلوا هذا المحلول هذا، يعني ما غنقطعوش هذه الوصفه، وكنحتفظوا بالمحلول في الثلاجه، ما كنصفيوها ما والو دكتور عماد. طيب الاخوات كيسولك واش لبن الدكر هو العلك؟ لا لا، شكرا على هذا السؤال. العلك عاوتاني كاين هذاك العلك عاوتاني افراز الصمغ ديال الطلح. يعني انواع اخرى ديال الاشجار اللي كتكون اشجار صحراويه، فهذاك العلك مزيان للشرب، هذاك عاوتاني العلك عنده فوائد اخرى، عنده معروف فوائد على الثقافه الصحراويه المغربيه. شو تبارك الله الناس ديال الصحراء المغربيه وكيفاش كيعيشوا في ذوك المناطق، وكنعرفوا ذاك الظروف القاسيه ديال 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 مثلا في فصل الصيف اللي كتكون ديك درجه الحراره مرتفعه، او الناس اللي كتكون عزيز عليها التنقل او الترحال في 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 الصحراء، وكتلقى داك الصمود ديالهم جراء هاد المواد الطبيعيه اللي كيستعملوا، لان الصيدليه الصحراويه المغربيه غنيه جدا بالاعشاب اللي كيقدر يوصل العدد ديالها حتى لواحد 1500 نوع من الاعشاب. فكل اللي كنلقاو في الصحراء أكيد المغربيه، اكيد اكيد كل عائله صحراويه مغربيه كتلقى عندها داك السر ديالها ديال الاعشاب. بحال الثقافه الصينيه تماما، ان كل عائله كيكون عندها واحد السر ديال مجموعه ديال الاعشاب اللي كتكون كتستعملها في الخلطات ديالها، وهذا اللي موحد ليه هو العلك اللي كيتستعمل في الشاي، فهو مزايا لا تعد ولا تحصى في التصفيات ديال الكلي، في التصفيه ديال الجهاز البولي، في المناعه، في رفع الخصوبه، في محاربه الشعور بالعطش. فدابا الناس مثلا حنا مقبلين على الشعر الفاضل، الناس اللي كيجيهم العطش مثلا خلال النهار يستعملوا يشربوا يزيدوا فيه العلك، فهو عنده واحد الفائده هائله على الصحه ديالنا. اخت كتسول دكتور عماد على حبوب اللقاح، قالت لك انا كنرضع واش نقدر ناخذهم وضعيفه بزاف؟ فانا ما ننصحش بهم لانها كترضع، لان تقدر تعطينا حساسيه للوليد، لان باقي الوليد باقي صغير. وحبوب اللقاح ردوا البال، راه ماشي هي ذاك العلاج السحري دائما، لان الناس اللي عندهم الحساسيه التنفسيه والناس اللي عندهم مشاكل الحساسيه ما منصحش لهم حبوب اللقاح، لان درجه المواد اللي كتسبب الحساسيه ما يسمى بليزاليرجين او مهيجات الحساسيه كيكونوا جد مركزين في هاد حبوب اللقاح. نعم. طيب غادي ناخذ خديجه معنا من اكادير. السلام عليكم خديجه. وعليكم السلام. شخبارك؟ لاباس عليك؟ شكرا بزاف بزاف، الله يعطيك الخير، الله يكبر بكم. مرحبا لالا. عماد الله يعطيك الخير. سيدي انا عندي 42 عام وراسي كله عاد ابيض بالابيض. وكنت كندير ليه ديك الحنه السوداء، هي اللي قلت شي 10 سنين وكنت كنديرها دابا حيدتها، وبديت كندير مواد طبيعيه وخرج ليا لوغونج الحنه والكركادي، وداك اللون ما عجبنيش، ولقيت في اليوتيوب واحد العشبه سميتها العفص ولا العفصه. العفصه العفص العفص ولا العفص ما عرفتش. ايوا هي كواري مكوره. اي عرفت العفصه. الا درتيها للشعر يا راه هي تتكحلو، ولكن راه كتتقرضو كيعود يطيح من بعد،
بغيت نسمعها من عندك الله يعطيك الخير، واش هي مزيانه؟ واش نقدر نديرها؟ وشحال المده اللي نديرها؟ وعندي واحد السؤال عاوتاني اخر، دابا انا اي حاجه كنخاف منها ما كنقدرش نديرها لشعري، واش هي سخونه؟ واش تقدر دير شي دوخه ولا شي حاجه، ولا تهبط على العينين تقدر تضرهم؟ حين شي تيقول راه مزيانه، شي تيقول لا راه خايبه، ما بين مدو جزر والله ما عرفت اشنو ندير. ومصايبه عاوتاني واحد الزيت دايره فيه الزلجلان ودريحته كتان، راه اكثر من شهرين وانا غير طحنتهم وخلطتهم مع زيت العود وحطيتهم، وكنتسنى نعيط ليك. واش خايبين على الشعر؟ واش نقدر نغسل شعري ومن بعد ندير شي شويه نخليه، ولا خاصني نديرهم وندخل الدوش؟ واش نديرهم لبناتي عندهم 10 سنين و8 سنين؟ عرفتي مخربقه، ما بقيتش قادره ندير شي حاجه لشعري، حين سبق لي درت واحد الماده لشعري الحجه وزيت العود. الله الله الله، خلطتيها خديجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، طيحتني وعاد كنطيح وشال من وختي. عطيتيني الحجه ولا الحجه؟ راه هذاك السم، هذاك الحجه راه كانوا ديك الساعه في الحجه، احنا باقي كنهضروا على المناطق الصحراويه المغربيه، فكاين هو كاين باش في الاراضي الصحراويه، فكاين بعض الحالات اللي كاين بعض النوع من الحيوانات اللي كانت كتاخذ هذا الحجه، ففي البلاصه كطيح حداه، كتاكل الحجه كتنعس حداها. وهذا والله يهديهم بزاف ديال الناس. شكرا، بعدا كنشكر الاخت على هذا السؤال المهم، الله يجازيك بخير. الحدج اللي فيه واحد الانواع ديال السيانور، السيانور هو داك السم اللي كيكون في الافاعي، فهو كيكون كينتج لنا واحد الماده كتشبه هذا السم هذا، وبزاف ديال الناس كيستعملوها المشاكل الكزيما، كيستعملوها كيتبخروا بها، كاين بزاف ديال الناس كيستعملوها باش كيدهنوا بها الجلد ديالهم، كاين بزاف ديال الناس كيشقوا بها الشعر ديالهم، فهادو كلهم مواد او استعمالات خطيره للحجه. الحجه هي ماده سامه كيخصنا نحيدوها نهائيا من القاموس ديالنا، هذه باش نتفاهموا على هذه المساله هذه. بالنسبه للعفس، العفس راه هو، شوف العفس بزاف ديال الناس كتمشي غلطه، كتقول راه انه عباره على عشبه، العفس هو عباره على فطر، نوع من الفطريات الطفيليه اللي كتعيش على الاشجار، وكاين كعديد من الاشجار خاصه اشجار البلوط مثلا او نوع من الاشجار، وهذا العفس حتى هو عنده واحد الاعراض جانبيه خطيره على الصحه ديالنا، خاصه الا مشات تطيح على العين فهو كيمكن له انه يعميها. اللي صباغه الشعر بالعفس، واخا الا كنا بغينا نستعمله فغتستعمليه انت بوحدك لانك بالغه، اما بالنسبه للناس الوليدات الصغار ما يستعملوش. والعفس كما قلنا كيتقلى وكيتدق، ولكن كيخصنا كما كنقولوا ناخذوا الحيطه والحذر في الاستعمال ديالو. يمكن نضيفوا له شويه ديال الماء، اذا مثلا واحد نجيبوا مثلا العفس نقليوه وندقوه، واحد الخمسه ديال العفصات كنقليوهم كندقوهم، كنضيفوا لهم كاس صغير ديال الماء المغلق حتى كيتخلط مزيان، وكندهنوا به الشعر ديالنا بلا ما يقص العينين ديالنا، كنخليوه مده ديال ساعه وكنغسلوه. ولكن انا بالنسبه لي استعمال العفس، انا من الناس اللي ما كنحمل، لا 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 احب الاستعمال ديال هذه الماده، لانها عندها كلها مخاطر، كلها طيب. اعراض جانبيه. غادي ناخذ سؤال ثاني ديال خديجه هذه المره، خديجه من الدار البيضاء. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك خديجه، تفضلي شنو سؤالك؟ السؤال الله يخليك، بغيت نسول الدكتور عماد اذا كان ممكن لحظه. تفضلي لالا تفضلي. خويا عماد، انا خويا قصدتك والمقصود الله. مرحبا. نسيت ما بين طبه، كنحلف لك بالله الا تلفت اخويا عماد وانا سالفه ما كنتش عارفه شنو. مرحبا اختي. شنو المشكلة خديجة؟ المشكلة اختي هو دابا شي عامين قبل كان ضعاف مني دوزت، المهم باختصار درت تحاليل داكشي، تيقول لي عندك عشرات في الغدة الدرقية. ايوا. خديت الدواء ديالي، مني خديت الدواء تقادت ليا داك الضعف ما بغاش يتحبس. عاوتاني مشيت عند الطبيب، كل مرة كنمشي كنبدل الطبة، قالت لي عندك المناعة طالعة ديال الكواط. أنا ما فهمتش شنو هي هذه المناعة طالعة ديال الكواط. أييه. لأنه ما تيعطيونيش شي دواء، تيعطوني غير الفيتامين، تيقول لي الأعصاب وهذه تيعطوني غير الفيتامين. والمشكل أن هذا الضعف ما بغاش يتحبس، كل شهر شهرين تطيح مني كيلو جوج. وعرفتي شنو، أنا كنوزن دابا عندي فيا في مترو 73 ودابا وصلت 54 كيلو. وما كذبش عليك، ما بقيتش وليت بحال ما بقيتش نستحنى راسي، يعني ولات عندي واحد الحاله في الشكل. واخا. والمشكل اني كنبدل الطبيب وكندوز وهذا وما لقيتش النتيجه نهائيا. واخا. بغيت نسولك اختي، شحال كتاخذ؟ نعم، شحال كتاخذي في الدواء ديال الغده الدرقيه؟ لا انا حبسته لان تقادت لي نشاط، كان عندي نشاط خرج نشاط وتقادت لي شي عام هذه. شكون قال لك حبسي؟ الطبيب؟ طبيب صافي مزيان. كندير التحليل تيقول لي عندك المناعة طالعة، الخرج قادت ولكن المناعة ديال الكوا طالعة.
دابا شوف باش نشرحوا هذه المساله ديال المناعه باش الاخوات يفهموا. هذا ما يسمى بالسندروم داشيموتو. لو سندروم داشيموتو شنو هو؟ هو ان المناعه ديالنا كتولي كتاكل لنا الافرازات ديال او كدير لنا مضادات اجسام ضد الغده الدرقيه. كتولي كتاكل من الغده الدرقيه. شنو هي؟ ان المناعه بحال قلتي كتعمى، ما كتبقاش كتعرف الغده الدرقيه وكتولي كتاتاكيها. دونك هذا هو ما يسمى يعني بالعاميه المناعه ديال 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 الغده الدرقيه مرتفعه. فهنا الاخت ديالنا كيخصنا نقولوا لها انها خصها ضروري تعاود ترجع دير تحاليل، تعاود ترجع عند الطبيب، لان خصها كما كنقولوا حنايا يا اما غادي تاخذ بعض الادويه اللي كتنقص من هذا النوع هذا ديال المناعه، يا اما كيتخذ ادويه اللي كتعاون لا تيغويد باش كتولي كتعاود ترجع للحياه ديالها العاديه. شنو باش يمكننا نساعدوها؟ اختنا غادي تاخذ فقط الوصفه ديال المكسرات. كاع المكسرات اللي عندها في الدار، اللوز، القرقاع، الزنجلان، حتى هو ندخلوا في هذه التركيبه، ندخلوا الباديانه حتى هي في هذه التركيبه، ندخلوا النفع البلدي في هذه التركيبه، وتطحن هذا الشيء كامل، يتطحن في قيم متساويه. أيه. يعني شحال ما خدات من كل حاجه، المهم شحال ما خدات مثلا من اللوز، تاخذ من داك الشيء كامل، طحنوا مزيان ويتخلط ويتغربل في الغربه الرقيق، وتخلطوا لنا بواحد يا اما نص كيلو ديال العسل، الا دارت القيمه ديال جوج معالق كبار من كل مكون، او تخلطوا بالحليب المركز المحلى، تاخذ معلقه صغيره معلقه كبيره عفوا بين الفطور والغداء وبين الغداء والعشاء وتداوم عليه يوميا. قعدنا اخر سؤال ديال لبان الذكر، واش مفيد للرجل في زياده الحيوانات المعنويه ومعالجه تاخر الانجاب؟ سؤال ديال فوزيه غنجاوبوا عليه من بعد الفاصل. خليكم على اصوات. غادي نرجع معك دكتور عماد ميزاب. لبان الذكر واش يعالج نقص الحيوانات المنويه عند الرجل ويرفع من نسبه الخصوبه؟ سؤال ديال فوزيه. فيعالج دائما هذه الكلمه ديال يعالج الحيوانات المنويه والخصوبه، فهذا الشيء كيكون عن طريق طبي. يقدر يساعد في الخصوبه كما قلنا، تحسين الدوره الدمويه، انه مثلا كينقي او انه كيرفع من الطاقه، ولكن انه يكون سبب مباشر في الزياده في العدد ديال الحيوانات المنويه او يعالج نقص الحيوانات المنويه، فهذه المساله هذه غير يعني غير صحيحه. نعم. طيب شكرا لك دكتور عماد ميزاب للتواصل معك دكتور. فعلى الصفحه الرسميه ديالي فيسبوك جرين فار، او الرقم يعني 06 61 28 99 78، او على الانستغرام dr.imadmisabs واللي فيها الشاره الزرقاء، فهذيك هي الصفحه الرسميه الوحيده. مرحبا بجميع الاسئله. اسمح لي دكتور عماد واحد النقطه ما عقلتوش هضرنا عليها في البدايه ولا لا، كيفاش نشريو لبان الذكر نعرفوا راه حر؟ احنا قلنا شوف المصدر خص يكون مصدر موثوق. فاولا بعد لبان الذكر الا خديناه في يدينا وقطعنا خصو يتهرس دغيا، لان كيكون هشيش. ثانيا الرائحه ديالو كتكون واحد الرائحه قويه بجد. وثالثا ما فيها باس ان كاين بعض الاخوان اللي كيبيعوا هاد لبان الذكر، قول ليه يشعل واحد شويه منه، يعني واحد طريف صغير، وغادي نشموا الرائحه ديالو. الرائحه ديالو كتمشي بزاف للكافور البلدي. يعني كتمشي لديك الرائحه ديال الكافور البلدي الزكيه. وكتكون قويه، يعني بحال كتشم كتشم داك الكافور البلدي قوي مجهد، وكتحس به كيطلع مع المناخر كما كنقولوا مع النيف، فكيطلع للدماغ. فهذا هو اللبان الذكر الحقيقي الاصلي. شكرا لك دكتور عماد ميزاب.